وللحديث عن التطورات في الأراضي المحتلة واستمرار الانتهاكات الصهيونية معنا من اسطنبول المختص في الشأن الفلسطيني صلاح الدين العواودة. أهلا ومرحبا بك أستاذ صلاح الدين. أهلا وسهلا بك، مساء الخير، حياكم الله. مساء الأنوار. 4 قتلى وعشرات الجرحى خلال 48 ساعة بمناطق مختلفة في الضفة الغربية وبالأراضي الفلسطينية، لماذا يصر الاحتلال الصهيوني على التصعيد بهذا الشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كثير من الناس يتحدث عن توجهات الحكومة الجديدة، وكأن عمليات القتل والإجرام والتوسع الاستيطاني هي نتاج لهذه الحكومة فقط. الحقيقة أن إجراءات الاحتلال وإجرامه مستمر منذ جاء إلى فلسطين، لكن هناك تصاعد خطير في السنة الأخيرة، من بداية السنة الماضية، من بداية عام 2022، والإحصائيات تتحدث عن أرقام غير مسبوقة وعن معطيات رقمية في تصعيد الاحتلال على مستوى الاستيطان، على مستوى تجريف الأراضي، على مستوى اقتلاع الأشجار، على مستوى تهجير العائلات، على مستوى قتل الفلسطينيين، وعلى مستوى اقتحامات المسجد الأقصى بالأعداد. وبالتالي هو نتيجة انعكاس لحالة في الكيان الصهيوني، حالة من التطرف، حالة من التوجه نحو اليمين ونحو التدين في الكيان الصهيوني، ينعكس على سلوك حكومات الاحتلال. هذه العمليات إلى أي مدى يمكن ربطها باقتحام بين غفير للمسجد الأقصى؟ إلى أي مدى يحول حكومة نتنياهو إلى حكومة حرب أو إعلان حرب؟ هي من ناحية الحرب هي حكومة إعلان حرب لا شك، ووجود بن كبير هذا العنصر المتطرف في الحكومة واستلامه لوزارة الأمن القومي هو مؤشر على هذا التوجه. ومن المتوقع أن ما كان مضبوطا بين قوسين لدى الحكومات السابقة فسيكون منفلتا من عقاله مع هذه الحكومة. إذا كانت شرطة الاحتلال تضبط دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة وتلجمه بأعداد محدودة متفق عليها ويخضع لقرارات قضائية، ففي ظل بن كفير واستلامه للوزارة وإعطائه صلاحيات المفتش العام للشرطة، فبالتأكيد أن هذا الحال سيتغير، وبالتالي هي فعلا إعلان حرب على الأقصى تحديدا، على القدس تحديدا، إضافة إلى إعلان الحرب على كل الفلسطينيين. يعني نحن نتحدث عن صلاحيات موسعة تجاه أهلنا في النقب أيضا، فهناك اعتداء وعدوان جديد سيشن على النقب، على أهلنا الفلسطينيين الصامدين في النقب. سيكون هناك تهجير قرى، سيكون هناك هدم بيوت أيضا في داخل النقب المحتل. هذه سياسات يتم الحديث عنها وهي جزء من برنامج الحكومة. هناك عمليات تطويع للقوانين الإسرائيلية نفسها التي كانت تحول دون هذه الإجراءات سابقا، عملية سن قوانين جديدة وتشريعات تم قسم كبير منها حتى قبل أن تدخل الحكومة إلى مكاتبها. يعني في إثناء المفاوضات على البرنامج الائتلافي والاتفاق على تشكيل الحكومة تم تشريع قوانين استجابة لرغبات أحزاب متطرفة تتعلق بصلاحيات هؤلاء الوزراء المتطرفين فيما يتعلق بقمع الفلسطينيين. لذلك من هذه الناحية لا شك الحديث عن حكومة متطرفة، حكومة حرب، حكومة عدوان على الفلسطينيين. بهذا المنحى كيف هو الرضا الدولي عن إشعال الأوضاع في الضفة الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية، خصوصا إذا ما عرفنا أن العالم منشغل الآن في محاربة وباء ومنشغل أيضا بشكل أكبر بالحرب الأوكرانية؟ للأسف هذا يدعو للقلق أكثر، أن العالم أولا منشغل بمشاكل أكبر من بن كفير من وجهة نظره، ومهمة له أكثر ولديه أولويات أكثر بكثير من قضية العدوان على الشعب الفلسطيني من ناحية.
من ناحية أخرى هذا امتحان لتوجهات الغرب، الغرب الذي كان يقول هذه دولة ديمقراطية وما إلى ذلك، ويحاول أن يسوقها على أنها واحدة ديمقراطية في الشرق الأوسط. اليوم من يتحكم في سلطة القانون في هذه الدولة هم أعضاء حكومة متطرفون كانوا سابقا ينتمون لأحزاب محظورة إسرائيليا، وهم في وجهة نظر غربية هم ينتمون إلى جماعات متطرفة، ودول غربية بمستوى الولايات المتحدة حذرت منهم وحذرت من أنها لن تتعامل معهم في الحكومة الحالية. لكن مشكوك جدا من أن الغرب ممكن أن، وفي امتحانات سابقة سقط أخلاقيا الغرب عندما كان بمكيالين، يعني عندما يفوز محافظ في بلد آخر غير إسرائيل يتم الضغط عليه للتراجع، عندما يفوز تيار يميني أو تيار إسلامي حتى في بلد ما كما فاز في أكثر من مرة في فلسطين على الأقل الغرب يحاصره. فهل سيحاصر حكومة يمين متطرفة في الكيان الصهيوني؟ هذا امتحان أستاذ لأخلاق صلاح الغرب. الدين، أنت قلت أن ما يحصل امتحان إلى المجتمع أو الأسرة الدولية الغربية في المستقبل، لكن متى قدم الغرب شيء إلى العرب أو المسلمين أو القضية الفلسطينية بشكل خاص أو مسلمي الإيغور وميانمار وبورما حتى ينجحوا في هذا الامتحان الذي تصفه اليوم؟ نعم، أنا تحدثت عن الامتحان وقلت أن الغرب سقط سابقا في هذا الامتحان، يعني فهل سينجح في هذه المرة؟ لا أتوقع ذلك، لذلك لست متفائلا تجاه أن يكون هناك من الغرب موقف ضد بن كفير أو ضد السلوك المتطرف، السلوك العدواني، السلوك ما موقف الحكومة الفلسطينية؟ للأسف يعني موقف الحكومة الفلسطينية موقف هزيل جدا وضعيف جدا، والحكومة الفلسطينية وضعت نفسها أصلا تحت مطرقة الاحتلال، يعني لا تستطيع أن تتصرف أو تتحرك بدون إذن الاحتلال. لذلك وقبل أن تأتي حكومة بن كفير، مجرد أن تقدمت السلطة الفلسطينية للجمعية العامة بشأن إمكانية محاسبة الاحتلال في الجنايات الدولية، قررت حكومة الاحتلال عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية وعلى السلطة الفلسطينية عموما وعلى الشعب الفلسطيني. ومن المتوقع أن هذه القيادات لن تصمد أمام هذه العقوبات تحديدا، وقبل أن تصل العقوبات للمواطن الفلسطيني، وبالتالي الاحتلال يدرك بأن السلطة الفلسطينية مرهونة به وهي تحت سلطته بشكل كامل، وبالتالي لا يتوقع أن السلطة الفلسطينية يمكنها أن تتخذ قرارات نعم لا يوافق عليها الاحتلال. لذلك عمليا كما الرهان على المجتمع الدولي، الرهان على السلطة الفلسطينية أنها لن تستطيع أن تفعل أكثر من الصراخ والولولة. أما أنت تتخذ قرارات أو يكون لديها موقف يردع الاحتلال، يردع حكومة الاحتلال المتطرفة، فهذا يعني احتمال ضعيف جدا. نعم، المختص في الشأن الفلسطينية الأستاذ صلاح الدين العواودة، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.